بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي 63 بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الأربعاء 22 من شهر ربيع الأول 46,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نستفتح في مجلسنا هذا باب صلاة الكسوف بعون الله، وفيه أربعة أحاديث علنا أن نأخذ 2 منها في مجلسنا هذا، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. باب صلاة الكسوف. هذا الباب كما يترجم له الفقهاء يترجم له المحدثون أيضا كمثل ما تقدم في صلاة العيدين، وسيأتي أيضا في صلاة الاستسقاء، بالنظر إلى أن للكسوف صلاة تخصها وهي من جنس الصلاة فتفرد ضمن أبوابه، ولأنها تستقل بأحكام ومسائل تنفرد عن غيرها من الصلوات خصت وأفردت بباب، فللكسوف صلاة، لكن لأن صفة الصلاة ومسائلها وأحكامها تختلف عن باقي أنواع الصلوات في كتاب الصلاة أفردت بباب، وجاءت بها السنة، ثم جاءت الأحاديث التي حكيت ورويت في أحكام وصفات هيئة صلاة الكسوف، فجاءت في أبواب مستقلة عند المحدثين والفقهاء على حد سواء. قال رحمه الله: باب صلاة الكسوف. المراد بالكسوف أو الخسوف ما يعترض الشمس والقمر من ذهاب الضوء كلاً أو بعضاً. وهل بين الكسوف والخسوف ترادف أو تباين؟ أما من حيث اللغة فإن الكسوف تغير إلى السواد، والخسوف نوع من النقصان أو الاسوداد وذهاب الضياء. فإذا قلت بهذا النظر اللغوي فإنهما ليس مترادفين، الكسوف تغير إلى السواد، ولهذا يقال كسفت الشمس إذا اسودت وذهب شعاعها. أما الخسوف فهو النقصان، فإذا نقص قيل خسف الشيء، إذا نقص وتغير حاله بعد تمام واكتمال إلى نقصان. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح أو التواضع اللغوي بين الشمس والقمر، فثمة أقوال سيشير المصنف رحمه الله تعالى إلى بعضها في العلاقة بين الكسوف والخسوف، وهل تختص الشمس بأحدهما والقمر بالآخر، أم يجوز إطلاقهما على الأمرين معا، سيأتي في كلام المصنف إن شاء الله تعالى. الحديث الأول: عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات. هذا أول أحاديث الباب، وهو حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد بنى عليه الفقهاء يعني المسألة الأم في صلاة الكسوف، وهو صفة صلاتها وعدد ركوعاتها في ركعاتها، وسيأتي كلام المصنف فيه إن شاء الله تعالى. قالت رضي الله عنها: خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من حكمة الله جل وعلا، وقوع بعض الحوادث الكونية وحتى الطبيعية تحدث في زمنه عليه الصلاة والسلام ليبنى على ذلك تشريع الأحكام.
فلو لم يحصل في زمنه عليه الصلاة والسلام كسوف ولا خسوف لما عرفنا صفة الصلاة ولما نقلت. قالت: خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهل حدث هذا في العهد النبوي مرة أو أكثر من مرة؟ وهل كان كسوفاً للشمس فقط أم خسوفاً للقمر أيضاً؟ في هذا خلاف، والذي مال إليه ابن القيم رحمه الله في الهدي في زاد المعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف جماعة مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم لا غير. وسيأتيك إن شاء الله تعالى أن الروايات تدل على تعدد صلوات الخسوف أو الكسوف في زمنه عليه الصلاة والسلام. فقد ذكر ابن حبان كما نقل عنه ابن الملقن وغيره رحم الله الجميع أن الشمس كسفت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مرتين، مرة في السنة السادسة من الهجرة ومرة في السنة العاشرة من الهجرة. أما التي في العاشرة فهي سنة وفاة ابنه إبراهيم، واختلف في أي شهر كان، قيل في ربيع الأول وقيل في عاشر رمضان، على خلاف في يوم وفاة إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأثبت أن كسوف الشمس كان مرتين، وأما خسوف القمر فذكر أنه وقع في السنة الخامسة من الهجرة في جماد الآخرة، وأنه ذكر عن اليهود أنها قامت تضرب بالطياس وترمي بالشهب ويقولون سحر القمر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخسوف. فلعل ابن القيم رحمه الله لم يقف على ما روى ابن حبان رحمه الله، أو أنه لم يثبت عنده فرجح أنها وقعت مرة واحدة. والذي في حديث عائشة رضي الله عنها كما سيأتينا أيضا في الحديث الثاني والثالث والرابع في مجلسنا المقبل إن شاء الله، فيها بعض الإشارة إلى كسوف الشمس يوم موت إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إن حملت الروايات عليه فيكون في السنة العاشرة لأنها سنة وفاته. قالت: خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبعث مناديا ينادي. فمن ثم جاءت الأحاديث وهي متعددة، الذي في الصحيحين منها عدد كحديث عائشة رضي الله عنها وحديث أبي موسى رضي الله عنه وحديث أبي هريرة وجابر وغيرهم رضي الله عن الجميع. قال ابن العربي رحمه الله: الذين رووا صلاة الكسوف من الصحابة 17 رجلا، وتبعه على ذلك المنذري، والذي نقله الصنعاني أنه 24 من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فدل هذا على تعدد الروايات، سواء قلنا 17 أو 24 صحابيا، إذن هي حادثة تناقلتها رواية السنة بعدد مستفيض. ومثل هذا العدد تلحق فيه الرواية وأحاديثها بالتواتر إذا شاع في روايتها ونقلها من بعد طبقة الصحابة رضي الله عنهم جميعا. الكلام عليه من وجوه: أحدها قولها خسفت الشمس، يقال بفتح الخاء والسين، ويقال خسفت على صيغة من لم يسمى فاعله، على صيغة ما لم يسمى فاعله، على صيغة ما لم يسمى فاعله. تقول خسف القمر أو خسف القمر، قراءتان صحيحتان، وقراءة الجمهور بالرفع بالضم والكسر على بناء ما لم يسمى فاعله خسف، والفعل منسوب إلى الله جل وعلا. فتقول خسف القمر وخسف القمر، وقراءتان صحيحتان في سورة القيامة: فإذا برق البصر وخسف وخسف القمر. ولغة يجوز ذلك مع وجه ثالث، تقول خسف وخسف وانخسف بزيادة الهمزة والنون، فثلاث لغات في خسف ومثلها في كسف، فتقول كسف وكسفت الشمس وانكسفت الشمس. قال النووي رحمه الله: 6 لغات، يعني في خسف وكسف، بالبناء للمعلوم والبناء لما لم يسمى فاعله وبالزيادة بالخماس إن كسف وانخسف. نعم. واختلف الناس في الخسوف والكسوف بالنسبة إلى الشمس والقمر، يعني من حيث الإطلاق لغة وما يترتب عليه أيضا اصطلاحا.
فقيل الخسوف للشمس والكسوف للقمر، وهذا لا يصح لأن الله تعالى أطلق الخسوف على القمر. قال فإذا برق البصر وخسف أو وخسف القمر. فإذا قلنا لغة إن الخسوف للشمس سيكون هذا غير موافق لما في الآية الكريمة، ولهذا غلطه فقال وهذا لا يصح. وقيل بالعكس، يعني الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وادعى الجوهري أنه أفصح. وقيل هما بمعنى واحد، ويشهد لهذا اختلاف الألفاظ في الأحاديث، فأطلق فيها الخسوف والكسوف معا في محل واحد. وقيل هما بمعنى واحد لا يقصد الترادف بين الفعل خسف وكسف، لأن قلنا لغة كسف الشيء هو سوداده وخسفه نقصانه، لا يقصد بمعنى واحد من حيث اللغة، لكن من حيث الإطلاق بمعنى واحد، يعني تقول خسف الشمس وخسف القمر وتقول كسف الشمس وكسف القمر. قال ويشهد لهذا اختلاف الألفاظ في الأحاديث، فدل على أنه لا يختص القمر بالكسوف خاصة والقمر بالخسوف، ويجوز التغاير بينهما لأن الأحاديث وردت بهذا وبذاك، يقول كسفت الشمس وخسفت الشمس، جاءت الرواية بهذا وبذاك، فدل على سعة الأمر من حيث الإطلاق. قال رحمه الله فأطلق فيها الخسوف والكسوف في معنى أو في معا في محل واحد. وقيل الكسوف ذهاب النور بالكلية، والخسوف التغير، أعني تغير اللون. وقيل أيضا الكسوف في أول مراحله والخسوف في آخره إذا اشتد وذهب الضوء، كل ذلك قيل في التفريق لغة بين الاصطلاحين الكسوف والخسوف، وحيثما تعدد دل ذلك على عدم الجزم عند أهل العلم بشيء من ذلك. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح فقال باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال الزين ابن المنير أتى بلفظ الاستفهام، يعني في الترجمة عند الإمام البخاري قال هل يقول كسفت الشمس أو خسفت، قال أتى بلفظ الاستفهام إشعارا منه بأنه لم يترجح عنده في ذلك شيء. يعني من؟ يعني الإمام البخاري رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر قلت ولعله أشار إلى ما رواه ابن عيينة عن الزهري عن عروة قال ولا تقولوا كسفت الشمس ولكن قولوا خسفت. قال وهذا موقوف صحيح، ورواه سعيد بن منصور وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عنه قال لكن الأحاديث الصحيحة تخالفه لثبوتها بلفظ الكسوف في الشمس من طرق كثيرة. قال والمشهور في استعمال الفقهاء أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، واختاره ثعلب، وذكر الجوهري أنه أفصح، وقيل يتعين ذلك، وحكى عياض عن بعضهم عكسه وغلطه لثبوته بالخاء في القمر في القرآن خسف القمر، وكأن هذا السر في استشهاد المؤلف به في الترجمة، وقيل يقال بهما في كل منهما وجاءت بذلك الأحاديث. ثم قال ولا شك أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول الخسوف، لأن الكسوف التغير إلى السواد، لأن الكسوف التغير إلى السواد، والخسوف النقصان أو الذل. فإذا قيل في الشمس كسفت أو خسفت لأنها تتغير ويلحقها النقص ساغ ذلك، وكذلك القمر، ولا يلزم من ذلك أن الكسوف والخسوف مترادفان، وقيل بالكاف في الابتداء وبالخاء في الانتهاء، وقيل بالكاف لذهاب جميع الضوء وبالخاء لبعضه، وقيل بالخاء لذهاب كل اللون وبالكاف لتغيره. قال الله عز وجل وخسف القمر، وذكر تتمة كلامه رحمه الله تعالى. الثاني، صلاة الكسوف سنة مؤكدة بالاتفاق، أعني كسوف الشمس، ودليله فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لها وجمعه الناس مظهرا لذلك، وهذه أمارات الاعتناء والتأكد. صلاة الكسوف سنة مؤكدة بالاتفاق، هذا إجماع حكاه المصنف رحمه الله تعالى، ونقله النووي أيضا، أعني الإجماع على أن صلاة الكسوف سنة. هذا الإجماع هو شبه متحقق، لأنه
قد وجد من يقول بوجوب صلاة الكسوف كما صرح به أبو عوانة في صحيحه بأنها واجبة، وذكر الماوردي أيضا عند الشافعية وجها أنها فرض كفاية، وجه جزم بعض المتأخرين من الشافعية، لكن الغالبية وجماهير الفقهاء من المذاهب كافة على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة. نعم. وأما كسوف القمر فتردد فيها مذهب مالك ولم يلحقها بكسوف الشمس في قول. أما كسوف القمر، ولا تقل لماذا لم يقل خسوف، لأننا للتو منتهين من كونهما يصح إطلاقهما على الأمرين، على الشمس والقمر معا. الحديث في كسوف الشمس، وعامة الأحاديث في السنة في صلاة الكسوف كانت للشمس خاصة، ولا يجد ولا يكاد يصح حديث في صلاته صلى الله عليه وسلم صلاة لخسوف القمر، وإن كان عموم الأدلة يشهد لذلك. من هنا نشأ الخلاف، فذهب مالك رحمه الله بل تردد قوله هل يصلى لخسوف القمر كما يصلى لكسوف الشمس. إذن مبنى تردد قول الإمام مالك رحمه الله عدم ثبوت الرواية الصحيحة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم للقمر إذ خسف، إنما الروايات في كسوف الشمس خاصة، قال ولم يلحقها بكسوف الشمس في قول. نعم. الثالث، لا يؤذن لصلاة الكسوف اتفاقا، والحديث يدل على أنه ينادى لها الصلاة جامعة، وهو حجة لمن استحب ذلك. هذه المسألة الثالثة فيها أمران. الأول، الإجماع على عدم مشروعية الأذان لصلاة الكسوف كما تقدم في صلاة العيدين، كما جاءت الرواية قال بلا أذان ولا إقامة، وهنا قال لا يؤذن لصلاة الكسوف اتفاقا. هذه المسألة الأولى، الاتفاق على عدم مشروعية الأذان لصلاة الكسوف، وقد مر بكم هناك في صلاة العيدين الكلام على اختصاص الفرائض بالأذان والإقامة لمعنى يتعلق بها وهو وجوبها دون بقية الصلوات، ولو أذن لغيرها للزم من ذلك وجوب الحضور، وهذا يتنافى مع القول بعدم وجوب ما عدا الصلوات الخمس. قال رحمه الله تعالى والحديث يدل على أنه ينادى لها الصلاة جامعة. هذه المسألة الثانية، إن لم يكن أذان لصلاة الكسوف فلها نداء، ليس أذانا لكن لجمع الناس، وصيغة ذلك كما قال رحمه الله الصلاة جامعة، قال وهو حجة لمن استحب ذلك، مأخوذ من حديث عائشة رضي الله عنها فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. وتقدم معكم في المجلس الماضي أيضا أن الصلاة جامعة بالنصب فيهما، أما الصلاة فنصبها على الإغراء، وأما جامعة فنصبها على الحال. الصلاة يعني أحثكم وأغريكم إلى الاستجابة للصلاة، كونها أو حال كونها جامعة للناس يجتمعون لها في الصلاة. وجوز النووي أيضا الرفع فيهما، فتقول الصلاة جامعة على الابتداء والخبر، يعني الصلاة ذات جماعة والمراد فاحضروها، يقول المؤذن الصلاة جامعة. قال رحمه الله تعالى والحديث يدل على أنه ينادى لها الصلاة جامعة، وهو حجة لمن استحب ذلك، لما اشتمل عليه الحديث من وصفها بقولها رضي الله عنها فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. طيب ينادي داخل المسجد كالأذان أو من خارجه؟ المنادي لصلاة الكسوف ينادي من المسجد كالأذان أو من خارجه؟ قولها فبعث مناديا يدل على أنه خارج المسجد، فيخرج خارج المسجد ينادي للصلاة، وبه أيضا صرحت بعض الروايات أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى إن الصلاة جامعة فاجتمع الناس، يعني بعدما كانوا خارج المسجد. الرابع، سنتها الاجتماع للحديث المذكور. سنة صلاة الكسوف الاجتماع، ويقصد أنها تؤدى جماعة، وفي هذا أيضا إشارة إلى خلاف من ذهب إليه من الفقهاء كما سيأتيكم، وهو قول فقهاء الكوفة الحنفية وغير وسواهم أن السنة في صلاة الكسوف أن تصلى فرادى، وينقل أيضا عن بعض فقهاء المالكية ونحوهم. قال رحمه الله الحديث مما دل عليه
سنية الاجتماع لصلاة الكسوف، من أين أخذ هذا؟ قولها رضي الله عنها: فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة فاجتمعوا، وتقدم فكبر وصلى إلى آخر الحديث. فهذا يدل على سنية صلاة الجماعة ومشروعية الجماعة في صلاة الكسوف، ومذهب الجمهور مالكية وشافعية وحنابلة وأكثر الفقهاء، والذي ذهب إليه فقهاء الكوفة أنها تصلى فرادى. نعم. قال رحمه الله: سنتها الاجتماع للحديث المذكور، وقد اختلفت الأحاديث في كيفيتها واختلف العلماء في ذلك. طيب، انتهينا من مسألة النداء لصلاة الكسوف، وانتهينا من مسألة الاجتماع لها، وانتهينا من ما يتعلق بالاجتماع والنداء. يبقى صفة صلاة الكسوف، فالذي جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قولها: صلى 4 ركعات في ركعتين. تقصد بركعات هنا ركوعات، وهذا من إطلاق الكل وإرادة البعض، وسيأتي إليه كلام المصنف رحمه الله. فقوله صلى 4 ركعات يعني 4 ركوعات في ركعتين، وهذا إذا قسمته فسيكون لكل ركعة ركوعان. إذن يقف يقرأ فيركع، ثم يقف فيقرأ ثم يركع، ثم إذا رفع من الركوع يعقبه السجود، فهذه ركعة بركوعين وسجدتين. قالت رضي الله عنها: صلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات. فهذه خصوصية صلاة الكسوف في صفتها وهيئتها التي لا توافق سائر الصلوات المشروعة في الإسلام، وهو أن كل ركعة لا تكون ركوعا واحدا بل 2، وبعض الأحاديث كما سيأتي فيها 3 ركوعات و4 و5 ركوعات في ركعة واحدة. فهذا وجه اختلافها عن بقية الصلوات. ولتعدد الروايات واختلاف الأحاديث في عدد الركوعات في كل ركعة اختلفت مذاهب الفقهاء. لما؟ لتعدد الروايات. فروايات تقول إنها ركوعان في ركعة، وروايات تقول 3، وروايات تقول 4، وروايات تقول 5. فلما تعددت الروايات واختلفت الأحاديث، اختلف العلماء بالنظر إلى المأخذ في تلك الأحاديث والتعامل معها. نعم. وقد اختلفت الأحاديث في كيفيتها واختلف العلماء في ذلك، والذي اختاره مالك والشافعي رحمهم الله ما دل عليه حديث عائشة وابن عباس من أنهما ركعتان، في كل ركعة قيامان وركوعان وسجودان. وهذا اختيار الجمهور مالك والشافعي وأحمد، وبعض فقهاء الكوفة كأبي ثور وفقهاء مصر كالليث رحم الله الجميع، ما دل عليه حديث عائشة. وهذه الصفة هي الأشهر عند الفقهاء، لأن حديث عائشة رضي الله عنها أصح، مخرج في الصحيحين، وكذلك حديث ابن عباس وحديث أبي موسى رضي الله عن الجميع. نعم. حديث عائشة هو الذي معنا هنا في الباب، وليس بعيدا عنه حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أشار إليه المصنف، ولفظه عند البخاري قال: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد. فهذا كم ركوع في الركعة الأولى؟ ركوعان. ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب. فدل حديث ابن عباس وحديث عائشة رضي الله عنهما على الصفة التي رجحها الجمهور، أن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجودان وقيامان. نعم. قال رحمه الله: وقد صح غير ذلك أيضا، وهو 3 ركعات و4 ركعات في كل ركعة. ولم يذكر المصنف أيضا 5 ركعات، كل ذلك جاءت به السنة وثبتت. أما 3 ركعات فأخرجها مسلم، والمقصود بالركعات ركوعات، فيكون المجموع في الصلاة كم ركوعا؟ 6 ركوعات، لأنه في كل ركعة 3 ركوعات، فيكون المجموع 6 ركوعات في ركعتين. أخرجها مسلم من رواية جابر قال: صلى 6 ركعات ب4 سجدات، يعني 4 ركوعات مع 4 سجدات، فهما ركعتان في
في كل ركعة سجودان وثلاث ركوعات. وأما حديث أربع ركعات فأيضا أخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حين كسفت الشمس ثماني ركعات في أربع سجدات، يعني في كل ركعة أربع ركوعات. وأما الخمس ركوعات في حديث أحمد وأبي داود رحم الله الجميع من حديث أبي بن كعب قال صلى فركع خمس ركعات في سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك، فالمجموع عشر ركوعات موزعة على ركعتين في كل ركعة سجدتان كما تقدم. إذن اختلفت الأحاديث، أقلها كم؟ ركوعان في ركعة، وأكثرها خمس ركوعات في ركعة واحدة. نعم. وقيل في ترجيح مذهب مالك والشافعي إن ذلك أصح الروايات، يعني مستند الجمهور مالك والشافعي وأحمد وغيرهم رحم الله الجميع في اختيار حديث عائشة وترجيح صفة الركوعين في كل ركعة أنه أصح الروايات. ولأنه أصح الروايات فإن غيرها إما دونها في الصحة أو معلولة. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله هذا أصح ما في هذا الباب، قال وباقي الروايات المخالفة معللة ضعيفة، فحكم بضعفها رحمه الله. قال والحديث صريح في الرد على من قال بأنها ركعتان كسائر النوافل. إيش يعني كسائر النوافل؟ يعني كل ركعة ركوع واحد كسائر النوافل كما تصلي تحية المسجد والسنة الراتبة وغيرها، وهو مذهب الحنفية وأبي ثور والثوري وجمهور الكوفيين كما نقل النووي رحم الله الجميع أنها كسائر النوافل. فإذا تقرر هذا المذهب يحتاجون إلى جواب عن حديث عائشة صحيح ولا مطعن فيه، فهم يقولون صلاة الكسوف كسائر الصلوات كصلاة العيد كصلاة الجمعة كصلاة الاستسقاء لا تخرج عن سنن الصلوات المعهودة في الشريعة، فلكل ركعة ركوع واحد وسجدتان. فإذا قيل طيب ماذا تقولون في حديث عائشة وحديث ابن عباس وغيرها من الروايات رضي الله عنهم جميعا؟ نعم. قال والحديث صريح في الرد على من قال بأنها ركعتان كسائر النوافل، واعتذروا عن الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع رأسه ليختبر حال الشمس هل انجلت أم لا، فلما لم يرها انجلت ركع. طيب الآن ما ذهب إليه الحنفية وفقهاء الكوفة من أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوع واحد على أي شيء مبني؟ على الأثر والنظر. أما الأثر فبعض الروايات التي استدلوا بها ومن أشهرها حديث سمرة بن جندب والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمرو بن العاص بأحاديث أسانيدها حسان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف ركعتين كل ركعة بركوع، فهذا نص. قالوا هذا مع اعتضاده بالأصل في الصلوات يعضده النظر فيكون مرجحاً لهذه الصفة التي جاءت في هذا الحديث أو في هذه الأحاديث على الصفة التي وردت في أحاديث بقية الصحابة كعائشة وابن عباس وأبي موسى وغيرهم رضي الله عن الجميع. إذن هو نوع من النظر يا كرام في مدلولات الروايات التي ثبتت لئلا يقال استنكارا كيف يرد الحنفية أحاديث صحيحة، هو ليس ردا لها، هو نظر بينها وبين أحاديث وردت بخلافها، ولا بد من الميل إلى أحد النوعين. فالجمهور مالوا إلى حديث عائشة بأنه ركوعان في كل ركعة، ما مبنى هذا الميل والترجيح والاختيار؟ الصحة، أنه أصح من بقية الأحاديث. وهذا مسلك من مسالك الترجيح، أعني ترجيح بعض الروايات على بعض بمزيد من الصحة وإن صحت جميعها، أو بترجيح الصحيح على الضعيف إن كان المقابل ضعيفا، فإن استوت فإن صحت كلها ينظر في أصح الصحيح، هذا من سبل الترجيح. فعمد الجمهور إلى الترجيح من حيث الرواية، وعمد الحنفية إلى الترجيح من حيث المعنى والنظر، قالوا هذا صحيح وهذا صحيح أو حتى لو قلت حسن، فكلاهما من حيث الاحتجاج سواء يحتج به.
ونظروا في أحاديث الركوع الواحد في كل ركعة فعضدوه بالنظر أو بالقياس، هو أنه موافق لما عهد من الشريعة من سائر جنس الصلوات، وأن لكل ركعة ركوع واحد، فعمدوا إليه ورجحوه. فإذا إذا رجحوا هذا ماذا يبقى عليهم؟ يبقى عليهم الجواب عن حديث عائشة وأبي موسى وابن عباس في تعداد الركوعات، وذكر المصنف رحمه الله التأويل الذي صاروا إليه من أنه ليس تعددا في الركوعات، بل هو ركوع واحد يقطعه قيام. كيف يعني؟ قال هو أصلا أراد أن يركع ركوعا واحدا فركع، وإنما رفع لينظر هل تجلت الشمس أو لا، هل زال الكسوف أو لا، فلما رآه لا يزال مستمرا عاد إلى الركوع، فليس تعددا بل عود إلى الركوع. ما الذي حملهم على هذا؟ مرة أخرى هو تثبيت ما استقر عليه المعهود من الصلاة في عرف الشارع، مع وجود رواية، يعني لو لم يكن حديث جابر بن سمرة بن جندب ولا حديث النعمان وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه صلى الكسوف ركعتين في كل ركعة الركوع لما كان وجه لهذا القول. يعني هب أنه لم تأتي هذه الأحاديث، فجاء من يقول من الفقهاء لا ننظر إلى هذه الروايات ركوعان وثلاثة وأربعة وخمسة، وسنأخذ بركعة بركوع واحد هكذا عقلا ونظرا باستقلال، يقال هذا رد للحديث، وهذا اعتراض على ما ثبتت به السنة. لكنه ثبتت الروايات كما سمعت، حديث سمرة بن جندب والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمرو بن العاص، وهي كذلك مخرجة عند أحمد والنسائي وغيرهم، وكذا عند أبي داود وعند أحمد والنسائي أيضا من حديث قبيصة قال إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. فتأول الحنفية ذلك على أنه المقصود صلاة الركعات المعروفة لأنه أحال إليها، لكن هذا ليس بصريح في الدلالة. والمقصود يا كرام أن هذا مأخذ الحنفية أو فقهاء الكوفة في المسألة. أجاب عن ذلك الجمهور كما ذكر البيهقي رحمه الله أن حديث صلاة ركعتين بركوع واحد حديث مطلق في صفة صلاة الكسوف، لأنه لفظ حديث أبي بكرة قال صلى في الكسوف ركعتين، ولم يفصل كم ركوعا في كل ركعة، قالوا هذا مطلق، ونقيده بأحاديث جاءت ببيان كحديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى في كل ركعة ركوعين. لكن هذا الجواب لا يستقيم مع روايات أخرى استدل بها الحنفية كحديث سمرة قال صلاها ركعتين كل ركعة بركوع، فهذا نص وصريح فلا يحتمل، فلا جواب للجمهور إلا الترجيح، فيقولون حديث عائشة وحديث ابن عباس أصح فنرجحه فنعمل به في مقابل حديث سمرة وغيره. وأما ابن عبد البر كما سمعت والبيهقي فأعل بقية الروايات المخالفة للأحاديث بأنها ضعيفة لا تثبت بها أو لا يثبت بها الاحتجاج. حكى الإمام الترمذي عن البخاري أنه قال أصح الروايات عندي أربع ركعات في أربع سجدات، وهو مذهب الجمهور واختيارهم كما تقدم، والذي نقل أيضا عن الأئمة أحمد والشافعي والبخاري أنهم يجعلون ما زاد على الركوعين في الروايات نوعا من الغلط في الرواية كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، وإن كان لا يمكن الجزم به. وقال بعض الفقهاء يعني مما رجحه طائفة أخرى كإسحاق بن راهوية وابن خزيمة وابن جرير ورجحه الخطابي ورجحه النووي وقواه أن المسألة على السعة والاختيار، وأن كل ذلك مما صحت به الرواية يدل على تعدد الصفات المروية، والاختلاف يدل على جواز جميع ذلك، فتجوز صلاة الكسوف على أي هيئة من تلك الهيئات كما فعلوا في صلاة الخوف لما تعددت الروايات جوزوها جميعا، فجعلوا تعدد الروايات دليلا على جواز الصفات كلها، فحيثما أتى مصلي بهيئة وصفة جاز ذلك، فإن كان زمن الكسوف أو الخسوف قليلا صلى الصفة التي فيها ركوعان، وإن كان يظن طول الكسوف أو الخسوف فإنه يشرع له أن يصلي ثلاث ركوعات أو أربعا أو خمسا طالما صحت بذلك الرواية. طيب أعد الحديث صريح. قال رحمه الله
والحديث صريح في الرد على من قال بأنها ركعتان كسائر النوافل. واعتذروا عن الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع رأسه ليختبر حال الشمس هل انجلت أم لا، فلما لم يرها انجلت ركع. ما معنى ركع؟ أي عاد واستمر وأكمل، وليس معناه ركع ركعة جديدة ثانية، وهذا الذي اعتذروا به كما قال المصنف رحمه الله تعالى. والذي ذكره الإمام الطحاوي الحنفي رحمه الله من العذر في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، وهو من الأحاديث التي فيها صفة الركعة الواحدة بركوع واحد. قال: أخبر النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وسلم وسأل، قال: فاحتمل أن يكون النعمان علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود بعد كل ركعة، وعلمه من وافقه على ذلك، ولم يعلم الذين قالوا ركع ركوعين أو أكثر قبل أن يسجد، فهو بنى على العلم وعدمه، وأن من لم يعلم جعله تعددا، ومن علم عده ركوعا واحدا. لكن لا يخفى ما فيه من البعد، وهو نسبة كثير ممن روى الحديث إلى عدم علمه بحقيقة صلاته صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وفي هذا التأويل ضعف. قال: وفي هذا التأويل ضعف إذا قلنا إن سنتها ركعتان كسائر النوافل. ما وجه الضعف؟ لأن فقهاء الكوفة الحنفية وغيرهم ماذا يقولون؟ صلاة الكسوف كسائر النوافل، يعني ركعة واحدة في كل ركعة ركوع واحد وسجدة، فالمجموع ركعة بركوعين. إذا قلت إن صلاة الكسوف كسائر النوافل فإنه لا يجوز لك أن ترفع رأسك من الركوع فتعود. قال: وهذا التأويل ضعيف إذا قلنا إن سنتها ركعتان كسائر النوافل، يعني لا يستقيم هذا التقرير على مذهبهم، لأنها عندئذ لن تكون كسائر النوافل، فسائر النوافل لا يرفع فيها الرأس من الركوع إلا مرة واحدة، وهنا يثبتون أنه تم رفع الرأس من الركوع مرة واثنان وأكثر. قال: هذا لا يستقيم، ولهذا ضعف هذا التأويل. لكن قال بعض العلماء: إنه يرفع رأسه بعد الركوع، فإن رأى الشمس لم تنجلي ركعة، ثم يرفع رأسه ويختبر أمر الشمس، فإن لم تنجلي ركعة، ويزيد الركوع هكذا ما لم تنجلي، فإذا انجلت سجد. يقصد أن هذا مسلك يذهب إليه من يريد الجمع بين الروايات. أما قلنا تعددت الروايات ركوعان وثلاثة وأربعة وخمسة، الذي رجحه طائفة من فقهاء السلف كما تقدم كإسحاق وابن خزيمة وابن جرير وابن المنذر والخطابي، والذي قواه النووي التخيير، أن ذلك كله صحيح صحت به الرواية، وأنه يسع المصلي أن يختار إحداها فيصلي بها. قال النووي رحمه الله: ولو صلاها ركعتين كسائر النوافل صح ذلك، لكنه ترك الأفضل. هذا المسلك الآخر الذي أشار إليه المصنف مختلف، حملوا تعدد الروايات على حال المصلي، كسفت الشمس أو خسف القمر قام فصلى، قرأ ما قرأ ثم ركع، فإذا رفع رأسه ورأى الكسوف أو الخسوف مستمرا عاد إلى ركوعه ويستمر طويلا ثم يرفع، فإذا رآه مستمرا عاد، فيكون تعدد الركوع أو العود إلى الركوع بحسب حال الشمس، بمعنى حسب اختلاف حال الكسوف، فإذا تأخر انجلاء الشمس أو القمر تزداد الركوعات، وإذا أسرع الانجلاء اقتصر على ركوع واحد أو اثنين، وإذا توسط في العدد، يعني يركع فيرفع، فإذا انجلت الشمس رفع رأسه وأتم، وإذا بقي الكسوف أو الخسوف عاد إلى الركوع ثم يرفع، فيجعلون رفع الرأس في تكرره اختبارا لحال الشمس على ما ذهب إليه الحنفية في التأويل. قال: فإذا رأى الشمس لم تنجلي ركع، ثم يرفع رأسه ويختبر أمر الشمس، فإن لم تنجلي ركع، ويزيد الركوع هكذا ما لم تنجلي. قال: فإذا انجلت سجد. رد بعض الشراح كابن الملقن رحمه الله، قال: لكنه يعني يعترض على هذا بأن الانجلاء لا يعلم في أول الحال ولا في الركعة الأولى، يعني متى تعرف أنه سيكون هناك انجلاء قريبا أو بعيدا؟
لا أتكلم اليوم يعني بعدما عرف بالحساب متى سيبدأ الكسوف ومتى ينتهي، لا في الصدر الأول، نحن الآن في تأويل الرواية، يعني ماذا تكرر ركوعه عليه الصلاة والسلام؟ قالوا يختبر حال الشمس، يرفع فينظر، فإذا ورآها مستمرة في الكسوف عاد إلى الركوع. قال ابن المنقذ رحمه الله: هذا يعني أن الانجلاء لم يكن معلوما من أول الصلاة ولا في الركعة الأولى، بينما الروايات متفقة على أن عدد الركوعات مستو في الركعتين، أليس كذلك؟ إذن هذا التأويل لا يصح، بمعنى أنه لو رأى الشمس انجلت في الركعة الأولى بعد الركوع الثاني والثالث، فما الحاجة إلى ركوعين وثلاثة في الركعة الأخرى؟ قال رحمه الله: هذا يدل على أنه يعني تعدد الركوع كان مقصودا بنفسه منويا من أول الصلاة، فدخل في الصلاة ناويا أن يركع ركوعين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا. نعم. قال رحمه الله: ولعله قصد بذلك العمل بالأحاديث التي فيها أكثر من ركوعين في ركعة كثلاث وأربع وخمس. لعله، الضمير يعود إلى من؟ قال بعض العلماء إنه يرفع رأسه بعد الركوع، القول الأخير. قال لعل صاحب هذا القول قصد الجمع بين الروايات بالجواب الذي سمعت، وعرفت الاعتراض الذي أشار إليه ابن الملقن رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وهذا على هذا المذهب أقرب من تأويل المتقدمين. هذا التأويل للرواية على هذا المذهب الذي يقول إنه يرفع رأسه ويختبر الشمس ويتكرر ذلك فيتكرر الركوع، تأويل، لكنه أقرب من تأويل الحنفية لحديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام ما عدد الركوع بل عاد إلى الركوع. نعم. قال رحمه الله: وهذا على هذا المذهب أقرب من تأويل المتقدمين، لأنه يجعل سنة صلاة الكسوف ذلك، ويكون الفعل مبينا لسنة هذه الصلاة. وعلى مذهب الأولين يريدون أن يخرجوا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادات عن المشروعية، مع مخالفتهم للقياس في زيادة ما ليس من الأفعال المشروعة في الصلاة. هذا التأويل أقرب، وجه القرب أنه جعل صفة صلاة الكسوف كذلك، وجعل السنة مبينة، بينما تأويل الحنفية الأولين أخرجوا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في العبادات عن المشروعية. كيف يعني؟ يعني قالوا هو ما زاد ركوعا بل عاد إلى الركوع. فالمشكلة في هذا التقرير ما هو؟ أنه ركوع واحد تخلله رفع الرأس، وهذا خلاف المشروع في الركوع في الصلوات. قالوا أخرجوا فعله عن المشروعية، مع من ضاف إلى ذلك من كونه مخالفا للقياس في زيادة ما ليس من أفعال الصلاة في الصلاة. ما الذي زاد؟ الرفع أثناء الركوع. واحتجنا أن نقول أثناء الركوع لأنهم يقررون ذلك، ويقول ركوع واحد ممتد طويل تخلله رفع متكرر لاختبار حال الشمس. نعم. قال رحمه الله: وقد أطلق في الحديث لفظ الركعات على الركوع. وتقدم هذا أنه من باب إطلاق الكل على البعض. الحديث الثاني: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. هذا ثاني حديث الباب، وبه يتم مجلسنا الليلة إن شاء الله تعالى، وموضوعه سبب الكسوف والخسوف. قال: آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وفيه أيضا تفنيد بما كان يعتقده بعض أهل الجاهلية ومن وافقهم من ربط حادثة الكسوف والخسوف بأمور عظيمة كونية يقع الكسوف والخسوف تبعا لوقوعها، موت عظيم من العظماء، حدوث شيء جلل فتنكسف الشمس لأجله، أو ينخسف القمر كذلك. وفيه أيضا ذكر السنة المشروعة: فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. المقصود بهذا الحديث يا كرام بيان أمرين مهمين: الأول إثبات قصد
التخويف بالآيات الكونية بصريح قوله عليه الصلاة والسلام: يخوف الله بهما عباده. إذن هذا مقصد شرعي. ما الذي دل عليه؟ دل عليه صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من آكد الوسائل التي تثبت بها المقاصد، تصريح النص. يقول: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله، فدل على أن المقصود بذلك تحقيق المخافة من الله عز وجل في قلوب العباد. والمسألة الثانية التي يبنى عليها هذا أو تبنى على الحديث وما جاء فيه، ارتباط هذا الحدث بالعبادة، وتفنيد ورد وإبطال ربط هذا الحدث بشيء آخر سوى المقصد الشرعي، التخويف ولا شيء آخر، لا موت عظيم ولا ولادة عظيم ولا غيرها من الأحداث التي سيشير المصنف رحمه الله تعالى إلى التفنيد الوارد فيها. قوله: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، ما المقصود بالآيات هنا؟ الدلائل التي تدل على وحدانية الله وقدرة الله وعظمة الله وتدبير الله لخلقه. قوله: من آيات الله، من هنا للتبعيض، فكم آيات الله؟ لا تعد ولا تحصى، كل ما في الكون آيات ناطقة على عظمة الله وعظيم صنعه وتدبيره وخلقه. وكم في القرآن: إن في ذلك لآيات. ثم ذكر أوصافا لمن ينتفع بتلك الآيات، لمن يسمع، لمن يعقل، لمن يتفكر، لمن يؤمن، كل ذلك وارد في كتاب الله الكريم. قال: آيتان من آيات الله يخوف الله بهما. الضمير يعود إلى ما؟ الشمس والقمر. فهل الشمس والقمر مخوفان؟ قال: يخوف الله بهما عباده. بالشمس والقمر يخوف الله بهما، بالشمس والقمر. ما المذكور؟ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما. فهل الشمس مخوفة والقمر مخوف؟ لا، المقصود الخسوف. قولوا: إن الشمس والقمر آيتان، أي خسوفهما آيتان، وليس ذات الشمس ولا ذات القمر. طيب كيف فهمنا هذا؟ من السياق. يعني متى قال عليه الصلاة والسلام هذه الجملة؟ عقب ما صلى بهم صلاة، قام فخطب فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، ودل عليه السياق. إذن دل عليه مناسبة الحديث وسياق الحديث: وإنهما لا ينكسفان. إذا فالمقصود بالشمس والقمر في مبدأ الحديث لا ذاتهما، بل ما يحصل لهما من تغير كسوفا أو خسوفا. قال: يخوف الله بهما عباده، وهذا مصداق الآية الكريمة: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. نعم. قال رحمه الله: في الحديث رد على اعتقاد الجاهلية في أن الشمس والقمر ينكسفان لموت العظماء. ووجه ذلك أيضا ما جاء في الصحيح من حديث أبي بكرة وحديث المغيرة رضي الله عنهما، أن ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم يقال له إبراهيم مات، فقال الناس: إنها انكسفت لموت إبراهيم. فجاء الحديث تفنيدا لذلك، وحديث المغيرة في الصحيحين، وحديث أبي بكرة عند البخاري رحم الله الجميع. وفي قوله عليه السلام: يخوف الله بهما عباده، إشارة إلى أنه ينبغي الخوف عند وقوع التغيرات العلوية. ما التغيرات العلوية؟ الفلكية. ماذا غير الخسوف والكسوف؟ تساقط النجوم، الشهب. وإذا قلت أيضا ما يحصل من بعض الأجرام السماوية من ارتطام وانفجار ونحوها، وإذا قلت يلحق بالتغيرات العلوية الأعاصير والبروق والرعود والصواعق الحارقة، كل ذلك تغيرات علوية، لكنه لا يريد تخصيصها. فالتغيرات السفلية كالزلازل والبراكين والتصدعات والانهيارات والانشقاقات الأرضية أيضا هي من آيات الله. قال الله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، بصيغة الحصر ما وإلا، يعني ما أرسل الله شيئا من تلك الآيات إلا لقصد التخويف.
قال رحمه الله إشارة إلى أنه ينبغي الخوف، كأنه يقول إنما شرعت صلاة الخسوف والكسوف عبادة تؤدى بالبدن مع عبادة ينبغي أن تصحبها بالقلب وهي الخوف. فمن قام يا كرام إلى صلاة الخسوف والكسوف غير خائف ولا وجل فقد عبد الله ببدنه وما عبده بقلبه. عبادة القلب ها هنا الخوف، سيأتيك أيضا في حديث أبي موسى في آخر الباب، فقام فزعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، قام فزعا. وصف الصحابة لحال الخسوف والكسوف في صلاته عليه الصلاة والسلام يدل على هذا الوصف الذي صرح به، فدل إذن أن قصد تحقيق الخوف مقصود من صلاة الكسوف والخسوف دل عليه بسنته صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. أما فعلا فما حكاه الصحابة من وصف حاله عليه الصلاة والسلام، وأما قولا فمثل هذا الحديث يخوف الله بهما عباده، قال إشارة إلى أنه ينبغي الخوف عند وقوع التغيرات العلوية. نعم. قال رحمه الله: وقد ذكر أصحاب الحساب لكسوف الشمس والقمر أسبابا عادية، وربما يعتقد معتقد أن ذلك ينافي قوله عليه السلام يخوف الله بهما عباده. إيش أقصد بالأسباب العادية؟ ذكر أصحاب الحساب، أصحاب الحساب والعلم الفلك مثلا والحسابات، ذكروا أسبابا عادية للكسوف في الشمس والقمر. ماذا يقصد بالأسباب العادية؟ التفسيرات العلمية لحادثة الكسوف والخسوف، وهو أنه لا يمكن أن ينخسف القمر إلا إذا حالت الأرض بينه وبين الشمس، فتحجب الأرض بظلها بظل جرمها ضوء الشمس عن القمر فينخسف القمر، ولا يحصل كسوف الشمس إلا إذا حالت الأرض إذا حال القمر بينها وبين الشمس فيحجب كوكب القمر ضوء الشمس عن وصوله إلى الأرض فيكون كسوفها. هذه الأسباب العادية التي قصد المصنف رحمه الله هي التفسيرات المادية لحادثة الكسوف والخسوف. قال ذكر بعضهم أن هذه أسباب، وقد يعتقد معتقد أن ذلك ينافي قوله صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما عباده. ما وجه المنافاة؟ يعني لماذا تقول هي آية يخوف الله بها العباد وهي عندنا في الحساب إنما وقعت لأجل كذا وكذا؟ لأن اعتراض الشمس بين الأرض والقمر حجب القمر، ولأن اعتراض القمر بين الأرض والشمس حجب نور الشمس، ليس إلا. فما وجه التخويف فيه؟ يقال حتى هذا التفسير والسبب المادي لا ينافي التخويف، أراد الله أن يخيف العبادة فجعل هذا سببا، كما يخيفك الله بأسد يسلطه عليك جعل ذلك سببا فتصاب بالرعب إذا رأيته أو إذا انفرد بك، تصاب بالخوف والرعب من ظلام دامس أو من صوت مفزع جعل الله هذا سببا. فوجود أسباب تكون باعثة على الخوف لا تنافي قصد تحقيق الخوف من مثل هذه الظواهر التي شرعت لها الصلاة. قال رحمه الله: وهذا اعتقاد فاسد، لأن لله تعالى أفعالا على حسب الأسباب العادية وأفعالا خارجة عن تلك الأسباب. أسباب عادية: طلوع الشمس وطلوع القمر والصيف والشتاء ونزول المطر وهبوب الرياح وتلقيح الأزهار وإنبات الزرع إلى آخره، لله أسباب عادية. والبشر لمعرفتهم بالأسباب العادية في الحياة ونظام الطبيعة أقاموا حياتهم، فيعرفون المطر فيزرعون، يعرفون نظام الزرع فيحصدون، ويعيشون حياتهم وفق الأسباب العادية، يعرفون أن النهار يطلع بعد كذا ساعة فينامون، ويعرفون طول النهار فيعملون، خلاص عرفوا الأسباب فبنوا حياتهم وفق الأسباب. ولله عز وجل أيضا أفعال خارجة عن تلك الأسباب، يعني على غير السبب المعتاد، مثل هذه الحوادث التي ليست على النمط المعتاد في نظام الكون. نعم. قال: وهذا اعتقاد فاسد، لأن لله تعالى أفعالا على حسب الأسباب العادية وأفعالا خارجة عن تلك الأسباب، فإن قدرته تعالى حاكمة على كل سبب ومسبب، فيقطع ما شاء من الأسباب والمسببات بعضها عن بعض،
وإذا كان ذلك كذلك فأصحاب المراقبة لله تعالى ولأفعاله الذين عقدوا أبصار قلوبهم بوحدانيته وعموم قدرته على خرق العادة واقتطاع المسببات عن أسبابها، إذا وقع شيء غريب حدث عندهم الخوف لقوة اعتقادهم في فعل الله تعالى ما يشاء، وذلك لا يمنع أن يكون ثم أسباب تجري عليها العادة إلى أن يشاء الله تعالى خرقها. موجز هذا الجواب ومحصله أنه لا مانع حتى لو جئنا بعلم الحساب وعلم الفلك فعرفنا تفسير الخسوف والكسوف، فإن هذا لا ينافي وقوع الخوف. لما؟ لأن مبنى الخوف ليس على معرفة السبب أو جهل السبب، الخوف مبني على النظر إلى أن الله تعالى وهو الخالق والقادر والمدبر للشمس إذا طلعت، هو المدبر للشمس إذا كسفت، والله تعالى المدبر للقمر بنوره وضيائه إذا أضاء وأشرق، هو المدبر لخسوفه إذا خسف. قال فأصحاب المراقبة لله، يقصد أهل الإيمان ومن نظر بعين البصيرة، عقدوا أبصار قلوبهم بوحدانيته وعموم قدرته على أن الله تعالى جعل هذا الحدث خارقا للعادة وقطع السبب عن تأثيره، فلذلك اختلفت الأمور. فإذا وقع شيء غريب حدث عندهم الخوف مع علمهم أن الله أمر الشمس أو القمر بأن يفعل كذا وكذا وقدر ذلك وبقدرته وتدبيره وبعلمه حصل، ومع ذلك يقع عندهم الخوف. قال وذلك لا يمنع أن يكون ثمة أسباب تجري عليها العادة إلى أن يشاء الله خرقها، فلا يزالون كل يوم على هذا الحال، بل أصحاب القلوب الحية النابضة بالإيمان يتجدد عندهم مزيد إيمان مع كل صبح تشرق شمسه، فينظرون إلى آيات الله كيف أجرى هذا الصباح، وكيف أطلق الشمس تجري في فلكها، وكيف أجرى السحاب والماء والهواء، بل كيف دبت الحياة وكيف عادت الأرواح إلى القلوب، يبصرون آيات الله في كل لحظة وآن، ولا ينتظرون تغير الحوادث واختلال النظام حتى تستيقظ القلوب، إنما تستيقظ القلوب الغافلة. أما أصحاب القلوب الحية فكل يوم بمقتضى الأسباب المعتادة المتكررة هم يزدادون إيماناً، فكيف إذا وقع ما يخرج عن هذا النظام ويختل به عن أمره المعتاد، يقع عندهم من مزيد إيمان يصحبه خوف أن ذلك من قدرة الله، فانظر كيف صنع، تأتي الرياح والعواصف والأمطار العاتية وتتلاطم أمواج البحار فتفيض الفيضانات، ويعرفون أن الله عز وجل قدر ذلك، ونحن في العلم نفسر ذلك بمنخفض جوي ومرتفع كذا ودرجات حرارة وتيارات صاعدة وهابطة، نفسر هذا علميا لا مانع، لكن لماذا يفصل هذا عن دلالة ذلك على عظمة الله وقدرته، وقد أعلمنا سبحانه أنه أرسل ذلك لتخويف عباده، فمن حقق هذا المقصود فقد استقام له الأخذ بالتفسيرات العلمية والأسباب المادية مع الحفاظ على المقاصد الشرعية التي دلت عليها الشريعة من مثل هذه الحوادث. قال رحمه الله ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عند اشتداده هبوب الريح يتغير ويدخل ويخرج خشية أن تكون كريح عاد، وإن كان هبوب الريح موجودا في العادة لماذا يكون هبوب الريح؟ لإجراء السحاب وإرسال المطر، لتلقيح الشجر، لتحريك الأشجار، هبوب ريح معتاد يأتي كل يوم ولا ينفك عنه كون في هذه الدنيا إلا وتجري فيه الرياح، لكن قد يسخر الله يوما الريح في مكان ما في زمان ما فتكون على غير عادتها عاتية، فإذا هي ريح صرصر تخلع قلوب الناس فتكون موتا وهلاكا ودمارا كما حصل لقوم عاد. قال ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام عند اشتداد هبوب الريح يتغير ويدخل ويخرج خشية أن تكون كريح عاد، لعلمه عليه الصلاة والسلام أنه يمكن أن تكون ذلك بقدرة الله، فالقلوب المؤمنة اليقظة الحية المتصلة بربها العالمة بقدرته المتعلقة بعظمته
تعيش يقظة في تلك المواقف. قال: وإن كان هبوب الريح موجودا في العادة، وثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يخشى من ذلك، وربما استعاذ بالله من شرها وسأل الله أن تكون ريحا لا رياحا، وهذا بخرق الله تعالى لتلك العادة. وإلا فأصل الريح أنها تجري بما يحتاج إليه أهل الحياة في حياتهم، أهل السفن في البحار، وأهل الصيد في معاشهم، وأهل الزرع، وأهل سائر الصناعات والحرف، كما أراد الله عز وجل من هذه السنن الكونية في خلقه. قال رحمه الله: والمقصود بهذا الكلام أن يعلم أن ما ذكره أهل الحساب من سبب الكسوف لا ينافي كون ذلك مخوفا لعباد الله تعالى. لا ينبغي أن يكون ما ذكره أهل الحساب من سبب الكسوف منافيا لتحقيق الخوف من الله. هذه موازنة يا كرام نحتاج إلى تقريرها بجلاء اليوم. كيف نجمع بين معطيات العلم الحديث المتطور الذي فيه توظيف لما خلق الله تعالى في الكون من أسباب ومسببات، والبشر بما وهبهم الله من عقول وتطور وتقدم صناعة وإتقان في العلوم، وهبهم الله عز وجل أدوات البحث، فوقفوا مع هذا التطور والتقدم، وقفوا على أسباب اكتشفوها وعلموا أن الله عز وجل جعل هذا النظام الكوني مبنيا على ذلك النظام الدقيق، عرفوا المعادلات فحسبوها 1+1=2، فإذا وجدنا أي واحد أضيف إليه واحد ستكون النتيجة 2 ولا بد. هذا ليس كشفا لخرق لحجاب الغيب ولا خرقا لعلم الله، لهو مما أطلع الله تعالى البشر عليه وعلمهم إياه. فإذا اكتشف البشر ذلك وظفوا ذلك لما يصلح في حياتهم. وأنا أضرب لك مثلا: معرفة جنس الجنين في بطن أمه قبل أن يخرج، كان هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه أحد، والله عز وجل يقدر ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. فإذا ولدت الأم الحامل عرف أهله أنه مولود ذكر أو أنثى، مفرد أو توأم، حي أو ميت، لكن العلم تطور وأصبح بالإمكان من أثناء الحمل قبل تمامه وقبل خروج الجنين أن يعلم جنسه وأن يعلم عدده وأن تعلم صفته ووزنه وصفات أخرى تفصيلية، ذكر أو أنثى، واحد أو أكثر، حجمه، صحته، بل إذا كانت هناك عيوب خلقية يمكن أيضا النظر فيها ومعرفتها مبكرا منذ الشهور الحمل قبل تمامه واكتماله وخروجه. هل يقال هذا نوع من التدخل في علم الله الذي استأثر به وخرق لحجاب الغيب، ولا يجوز للطبيب أن يخبر الوالدين عن جنس الجنين وأنه ذكر أو أنثى، وهذا مخالف لما دلت عليه نصوص الشريعة؟ الجواب: لا، هذا لا علم غيب ولا غيره، هذا مما علم الله الإنسان، فوقفوا على أدوات واكتشافات وصناعات واختراعات ساعدتهم على معرفة شيء من نظام الكون العجيب الذي أقام الله عليه هذا الخلق. وقل مثل ذلك في كل أمور الحياة التي تجري بنظام عجيب دقيق: مسار الشمس والقمر، والفصول الأربعة، الليل والنهار، وساعات اليوم، والمطر والرياح، والعواصف والأمواج في البحار، كل ذلك شيء عجيب خلقه الله تعالى في دنيانا هذه التي نعيش. تطور العلم صار يرصد توقع الزلازل أو البراكين أو حدوث الخسوف والكسوف، وأمكن اليوم بالعلم المعاصر أن يحسب حسابات فيعطيك تواريخ دقيقة لما سيقع من حوادث الخسوف والكسوف، ليس اليوم وسنة وسنتين، إلى 1000 سنة إلى الأمام يمكن أن يحسب لك هذا. ليس يحسب اليوم، بل اليوم والساعة والدقيقة وابتداءه وانتهاءه، بل والأماكن من الأرض التي يرى فيها والتي لا يرى، والتي يرى فيها كليا أو جزئيا. ما هذا؟ هذا نوع مما أطلع الله تعالى عليه خلقه، وهو جزء من علم الله تعالى الذي أذن لعباده أن يطلعوا عليه وآتاهم أسبابه وعلمهم إياه. ثم ماذا؟ تطور العلم وأصبح يستفيد من تلك المعطيات فيبني عليها ما تصلح به حياته. كل هذا لا إشكال فيه،
الزلازل، الأمطار، البراكين، الأعاصير، الخسوف والكسوف، كل ذلك درس في علم الجغرافيا وعلم الجيولوجيا وعلم الأرض وعلم المناخ والطقس والفلك، كل ذلك معلوم وأصبح علما محترما له قواعده وأدلته، وبعض جوانبه فرضيات ونظريات وبعضها حقائق ومعلومات، وأهل العلم يعرفون ذلك تماما. ثم ماذا؟ تطور العلم، والذي ينبغي أن يعيش عليه البشر في توظيف هذا العلم هو الموازنة التي نتحدث عنها، كيف نربط بين معطيات هذا العلم الذي أمكنه معرفة ما سيقع من أحداث الكون ذات الأسباب النمطية المتكررة المعتادة والحسابات التي تعرف مسبقاً، كما قلنا ليس علم غيب ولا سبقاً، إنما هو ربط للأحداث ومعرفة بالأرقام، بل أمكنهم أن يعلموا بهذه الحسابات أزمنة حوادث الخسوف والكسوف التي وقعت في الأزمنة الماضية. هو حساب، فحسبته إلى الأمام أو إلى الخلف النتيجة واحدة دقيقة، وأمكنهم بذلك أن يرجعوا إلى أحداث السيرة النبوية ويستطيعوا الترجيح بأن حادثة الخسوف التي كانت في زمنه عليه الصلاة والسلام كانت في أي سنة بالضبط، وفي أي شهر منه، وفي أي يوم. كل هذا من معطيات العلم، ويفسر بذلك الخسوف والكسوف كما قلت، والرياح والمطر وسائر ما تعلمه الإنسان. هذا القدر يا كرام علم محترم له أدواته، ويستفيد منه البشر في توظيف معطياته في حياتهم اليومية التي بنوا عليها الزراعة والصناعة والرحلات الجوية والملاحة البحرية وسائر حياتهم. هذا علم فوظفوه في الطب والاقتصاد والزراعة والصناعة وما يحتاج إليه العباد في حياتهم. هذا القدر كله حسن محمود، وهو مما أفادته البشرية من تطور علمها وعلومها. إلا أن الإيغال في التفسير العلمي لهذه القضايا على الجانب المادي البحتي هو الذي أورث الخلل في الجانب الإيماني عند أهل الإيمان، بمعنى أن الاقتصار على تفسير المطر ونزوله بدورة الماء في الطبيعة، أنه ماء بحر تسلطت عليه الشمس بأشعاعها فارتفعت حرارته فتبخر فصعد إلى طبقات الجو العليا فتكثف فعاد قطرات حملتها السحب، فكلما ارتفعت زادت برودتها، تكثفت نزلت قطرات من ماء أو حبات من برد، ثم هبطت في الأرض شربته الأرض فسال في باطنها جرى آبارا وأودية أو سال في نحو مجاريه حتى عاد إلى البحر، وتكون دورة الماء هكذا بتفسير مادي بحت لا يذكر فيه قدرة الله ابتداء ولا انتهاء، ولا يشار فيه إلى عظمة الخالق سبحانه الذي يعلم كل قطرة من المطر أين تنزل وكيف تقع وما مصيرها، والذي قدر كل ذلك. الذي يعزى إليه تفسير ما آل إليه العلم المعاصر هو أن العلم المعاصر بثورته الحديثة نشأ في أكناف مناهضة للدين والتدين لأسباب يعرفها العارفون في الظروف التي نهض فيها العلم الحديث، وكان عصر الانفجار والثورة العلمية والتقنية في سائر العلوم ومختلف أنواع علوم الطبيعة، نشأ في كنف المعاداة للدين والتدين والبغض له. وكان الدين في تلك المرحلة، أعني عند القوم، كان حربا على العلم، فأصبح هذا الانفصام النكد بين الدين والعلم، نشأت عليه النظريات العلمية القائمة على العقيدة العلمانية الحديثة، وهو المناداة بإبعاد الدين وتنحيته تماماً ورفض كل ما يكون من مصدر الشرع مما هو من علم الغيب الذي جاءت به الشريعة قبل قرون. فاستمر العلم هكذا في حرب وتنحية الدين وإقصائه تماماً، فلا عجب أن يعيش القوم هذه النشأة فيكون عندهم النظر إلى هذه العلاقة المتناثرة بين الدين والعلم. فمنهم من غلب جانب العلم واعتبر الدين قيداً وتخلفاً ورجعية، فإذا أقحمته في العلم فقد أفسدت العلم يزعمون. ومن غلاة آخرين على الطرف الآخر أصروا على أن ما جاءت به الشريعة ينبغي الاقتصار عليه، وأن تدخل العلم في تلك الجوانب التي كانت من علم الغيب هو نوعاً من الجرأة على 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 هيمنة الشريعة وقداستها، فيرفض العلم ويتهم بالإلحاد
وبالزندقة كما حصل في بدايات العلوم ونهضتها، وقد قوبل ذلك بإعدام وقتل العلماء والمكتشفين في تلك المرحلة المبكرة. ما الذي يدعو إليه الإسلام وما الذي يحتاج إليه؟ والموازنة بين العلم وبين يعني بين معطيات العلم باكتشافاته الحديثة وتطوراته واختراعاته، وبين ما جاءت به الشريعة في هذا السياق. الشريعة دلتنا على نزول المطر وعلى هبوب الرياح وعلى الكسوف والخسوف وعلى الزلازل وعلى كل هذه الأحداث الكونية بقدر لا تفصيل فيه، فيه إجمال وعمق وفيه أيضا إعجاز. فالوقوف عليه مع توظيف واستثمار ما كشفه العلم لا يزيد أهل الإيمان إلا إيمانا، وليس العكس، لأن المنطلق مختلف. وأنا أضرب لك مثالا، هذه حادثة الخسوف والكسوف، ولنضرب عليها مثلا ونقتصر عليه. اليوم العلم سينبيك أنه في هذا العام الهجري أو الميلادي سيحدث عدد كذا مرات لكسوف الشمس وعدد كذا مرات لخسوف القمر، وتحديدا باليوم والشهر والساعة والدقيقة، وأين يرى تماما وأين يرى جزئيا بكل التفاصيل. هذا الكشف المبكر والسبق أن يتنافى مع مسألة الخوف الحاصل. طب أنا منذ شهر والإعلام يذكرني، بل قبل موعد الكسوف بأيام يتجدد التذكير، الكسوف يوم كذا ساعة كذا، تبلد الحس لأنني أعرف مسبقا متى سيكون الكسوف. لن يكون له الوقع كالذي يقع لمن لا يعلم شيئا، فيصبح صبيحة يومه وإذا الشمس أمامه بارزة وعلى حالتها المعتادة التي يغدو عليها ويروح كل يوم، وإذا بها فجأة قد داخلها الظلام وينظر الناس وإذا بحدث كوني عجيب مفاجئ. عنصر المفاجأة كما يقولون هو مبعث الخوف، فإذا فقد عنصر المفاجأة وكان التوقع المسبق ينبغي أن يزول هذا الخوف أو يضعف أو يضمر أو يتلاشى. كيف أخاف من شيء أنا أعرف أنه سيقع؟ بل رصدنا له المناظير والمراصد وجلسنا نرقبه لحظة بلحظة ونصوره ونوثقه، وكل ذلك نأنس به، ويخرج القوم ويتصورون ويبتهجون ويفرحون ويجعلون هذا حادثة نادرة تستحق أن ترصد وتعيش لحظاتها باستمتاع وأنس بعيدا عن هذا الجانب. فنقول وجه ذلك الخلل أمران. الأول هو تلك الحالة التي أسميت لك الفصام النكد بين العلم وبين مقتضى العلم ومقتضى الشريعة، مما ورثه العلم المعاصر عن قرون سبقت كانت لها مرحلتها وتفسيراتها التي آلت بالأمر إلى ما هو عليه، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك موروثا عند أهل الإسلام بما عندهم من علم ورصيد وشرع دلهم على الواجب في ذلك. والأمر الآخر الباعث على هذه الحالة هو الكشف المبكر والسبق الذي تبلد معه الحس. فإذا قيل لك سيحصل كسوف في يوم كذا أنت متوقع، فلما زال عنصر المفاجأة زال الخوف، فأنت تعلم أنه سيقع. ولو عكست يعني من نظر إلى المسألة بالنظر الشرعي لتحقق عنده الخوف بشكل أعظم. كيف؟ ألا توافقني الآن أن أمرا مخيفا يحصل لك فجأة من غير أن تشعر، لص يقابلك في الطريق، حيوان وسبع مفترس يهجم عليك، فحجم من الخوف سيحيط بك يأكل قلبك ويذيب فؤادك وربما أسكت قلبك فمت من لحظتك. هذا واقع الخوف المفاجئ الذي يهجم. لكننا لا ننكر أيضا أن الخوف المرصود المتوقع سيكون أعظم. كيف يعني؟ يعني عدو توعدك بموعد في يوم ووقت وساعة أنه سيهجم عليك وأنه سيسطو عليك وأنه ربما فعل بك وفعل، وهدد وتوعد في يوم ووقت مع قدرته وسطوته وجبروته مع ضعفك وعجزك وقلة حيلتك، بالله أليس هذا مخيفا؟ بلى وجدا. ويزداد الخوف كلما اقترب الموعد الذي توعدك به وأنت تعلم مسبقا هو أخبرك أنه سيأتيك في الوقت الفلاني في اليوم الفلاني، فكلما اقترب الموعد تزايدت عندك دقات قلبك خوفا وهلعا وفزعا. تدري لما؟ لأنك أصلا تخافه، تعلم قوته وسطوته وقدرته وتعلم ضعفك وعجزك وأنه لا حيلة لك. والله يا كرام لو كان هذا المنطلق عندنا متحققا
بإزاء هذه الأمور الشرعية لكان مثل ذلك وأشد. المخوف هو الله الذي لا أعظم ولا أقدر ولا أشد منه جبروتا ولا سطوة، هو الذي قال: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وأوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول: إنها آيات يخوف الله بهما عباده، فأعلمك بأنه يريد تخويفك. فإذا اليوم ساعدك العلم وكشف لك متى سيكون، ينبغي حقيقة أن يزداد الخوف كلما اقترب الموعد. علمت من قبل 5 أيام أن أمرا يخوفك الله تعالى به سيقع، فتحمل لذلك في قلبك هما وغما، كيف لا وهو ربك سبحانه القادر على أن يقطع نفسك في أي لحظة، وأن يقطع رزقك، وأن يذيقك من ألوان الألم والعذاب، ومع ذلك فأنت تركن إلى رحمته ولطفه فتستغفر وتتوب وتسأله العفو. وكلما اقترب الوقت المتوقع لذلك يزداد قلبك خوفا وهلعا. فإذا جاء الوقت ينبغي والله أن تكون القلوب المؤمنة المتعلقة بهذا المعاني أشد القلوب وجلا وخوفا وفزعا وهلعا، لأن الخوف عندها يتراكم منذ أيام ويزداد مع قرب الساعات، ليس العكس، لكننا فقدنا أصل المسألة، وهو اعتقادنا أن هذه المسألة محل خوف ينبغي أن تملأ القلوب خوفا. فلما فقدنا الأصل فقدنا كل وصف ينبني عليه، فلا فرق أن ترى الخسوف في الله، يعني حتى لو انقطعت عن الأخبار ووسائل التواصل أياما ولا دريت أن خسوفا سيكون وأن صلاة ستقام في الجوامع غدا في ساعة كذا، ما علمت. وبينما أنت سائر في الطريق جاءك اتصال أو أخبرك أننا ذاهبون إلى حضور صلاة الكسوف، أو رأيت الشمس فسمعت النداء من غير أن تعلم مسبقا. سنعيد المسألة: أيقع لذلك خوف وعنصر المفاجأة موجود؟ الجواب في الغالب لا، لأن أصل المسألة مفقود، أصل المسألة. فعدنا إذن إلى أن فقد الخوف من هذه الآيات ليس للعلم المسبق بها، بل كان ينبغي أن يزيدنا العلم المسبق بها إيمانا بناء على الأسباب والحساب، ويكون هذا باعثا، كمثل ما ذكرت لك من المثال. والمسألة في كلام المصنف رحمه الله فيه إشارة موجزة إلى هذا الذي أشرت إليه، والمسألة تطول في ذكرها فيما يتعلق بالآيات كالزلازل والبراكين والأعاصير والفيضانات ومثل ذلك الأسباب المعتادة، نزول المطر فإذا اشتد وإذا خف، كل ذلك مرتبط بقدرة الله سبحانه وتعالى، ولها شواهد في الأقوام وفي أمة الإسلام، حقها أن تعيشها القلوب المسلمة بمنطلق غير الذي تغشاها اليوم، كما قلت لك، إرثا من علمانية معاصرة طغت بنظرتها وبماديتها البحتة على العلوم، فأصبحت دراستها كذلك على نحو ساذج تماما لا يمت إلى مدلولات الشريعة ومعطياتها بشيء. يفسرون لك خلق هذا الكون، خلق الأرض، يفسرون لك خلق الأرض بناء على نظريات علمية مبتوتة عن أي صلة بالوحي وعلم الخالق سبحانه، فيقول لك: جرم سماوي كبير ارتطم بمثله فتفتت إلى أجزاء فتكونت كواكب المجموعة الشمسية، وآخر يقول: لسان من لهب تجمد باطنه، تجمد غلافه الخارجي على كتلة من اللهب في داخله. طيب، وأين خلق الله؟ وأين الآية الصريحة بخلق الله عز وجل للأرض على النحو الذي جاء في النصوص؟ لا تثريب على نظريات وتفسيرات علمية عند قوم لا حظ لهم من الإيمان ولا رصيد لهم، لكن أهل الإسلام يأخذون من العلم ما يعينهم وما يكون مقبولا وما يستقيم، ويوظفون ذلك في صالح حياتهم ومعاشهم ومعادهم بما يستجيب مع معطيات الشريعة في هذا الباب. والمسألة ذات طول، هذا القدر منها كاف إن شاء الله، والله أعلم. قال رحمه الله: والمقصود بهذا الكلام أن يعلم أن ما ذكره أهل الحساب من سبب الكسوف لا ينافي كون ذلك مخوفا لعباد الله تعالى، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لأن الكسوف كان عند موت ابنه إبراهيم، فقيل: إنها إنما كسفت لموت إبراهيم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولهذا قال ابن الملقن رحمه الله: فإن قيل: وأي تخويف من ذلك؟ والكسوف أمر عادي
بحسب تقابل هذه المنيرات وحجب بعضها لبعض، وذلك يجري مجرى حجب الجسم الكثيف نور الشمس عما تقابله من الأرض، وذلك لا يحصل به تخويف. ثم نقل جوابا للقرطبي عن هذه المسألة من وجوه. قال ابن العربي رحمه الله تعالى أيضا: قلنا طلوع الشمس وغروبها آية، والسماوات والأرض كلها آيات، إلا أن الآيات على ضربين، منها مستمر عادة فيشق أن يحدث لها عبادة، ومنها ما يأتي نادرا فشرع للنفس البطالة الآمنة التعبد والرهبة عند جريان ما يخالف الاعتياد ذكرى لها وصقلا لصريرها. انتهى كلامه رحمه الله. قال رحمه الله: وقد ذكروا أنه إذا صليت صلاة الكسوف على الوجه المذكور ولم تنجلي الشمس أنها لا تعاد على تلك الصفة. هذه مسألة فقهية انتقل إليها المصنف رحمه الله. ماذا لو صلينا صلاة الكسوف بركوع على طريقة الحنفية، أو ركوعين على طريقة الجمهور، أو ثلاث ركوعات وأربع وخمس، ومع طول الصلاة أتممنا الصلاة ولم ينجلي الكسوف، هل نعود إلى الصلاة فنصلي ثانية؟ هل يشرع ذلك أو لا يشرع؟ طيب تأمل معي، قال عليه الصلاة والسلام: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. أمر بماذا؟ بالصلاة والدعاء، وجعل الغاية لذلك ماذا؟ طيب صلينا ولم ينكشف، يبقى الأمر فصلوا حتى ينكشف، إذن سنعود نصلي ثانية صلاة كسوف. قال: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. هل يدل على تكرار الصلاة إذا انتهت دون انكشاف وانجلاء الكسوف؟ هل نعود إلى الصلاة؟ قال رحمه الله: ذكر الفقهاء أنه إذا صلينا صلاة الكسوف على الوجه المشروع ولم تنجلي أنها لا تعاد على تلك الصفة. أي صفة؟ صلاة الكسوف. لكن ممكن نصلي صلاة النافلة. نعم، وليس في قوله. قال رحمه الله: وليس في قوله فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم ما يدل على خلاف هذا، لوجهين: أحدهما أنه أمر بمطلق الصلاة لا بالصلاة على هذا الوجه المخصوص، ومطلق الصلاة سائغ إلى حين الإنجلاء. ما معنى مطلق الصلاة؟ صلاة النافلة غير صلاة كسوف، صلي ركعتين وركعتين وركعتين حتى ينكشف، وأنت بهذا ممتثل لقوله صلى الله عليه وسلم: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. نعم. الثاني: لو سلمنا أن المراد الصلاة الموصوفة بالوصف المذكور، يعني ركوعين في كل ركعة أو أكثر، لكان لنا أن نجعل هذه الغاية لمجموع الأمرين. أي غاية؟ حتى ينكشف لمجموع الأمرين، أعني الصلاة والدعاء. يعني فصلوا وادعوا حتى ينكشف. طب صلينا وغلقنا صلاة وباقي الكسوف، ادعوا، لأنه قال فصلوا وادعوا حتى ينكشف، فجعل الغاية لمجموع الأمرين لا للصلاة على انفراد حتى تقول صلينا وما زال الكسوف فلنعد إلى الصلاة. نعم. ولا يلزم من كونها غاية لمجموع الأمرين أن تكون غاية لكل واحد منهما على انفراده، فجاز أن يكون الدعاء ممتدا إلى غاية الإنجلاء بعد الصلاة على الوجه المخصوص مرة واحدة، ويكون غاية للمجموع، فتكون الغاية للمجموع. فإذا انتهينا من الصلاة جاز أن يكون بقية الوقت مشغولا بالدعاء حتى ينجلي، فنكون قد حققنا وامتثلنا أمره صلى الله عليه وآله وسلم. وبه تم كلام المصنف رحمه الله تعالى على الحديث. ولنختم مجلسنا بفائدتين: أولاهما في قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم منها شيئا، لما قال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس. كل الضمير على التثنية: آيتان يخوف الله بهما وإنهما، ثم قال: فإذا رأيتم منها، فإلى ماذا يعود؟ الآيات. نعم. فإذا رأيتم منها شيئا، هذه الجملة هي التي استدل بها الجمهور على استحباب صلاة الكسوف للشمس وللقمر، مع أن الحادثة النبوية كانت لأي شيء؟
للشمس، لكنه قال فإذا رأيتم منها شيئا، فعم للآيات، فسواء كان كسوف شمس أو خسوف قمر فدل عليه أمره فإذا رأيتم. فدليل الشافعي وأحمد وفقهاء الحديث على استحباب صلاة الكسوف للقمر كالشمس. وأما مالك وأبو حنيفة فذهب إلى عدم سنية الصلاة لكسوف القمر، بل لها ركعتان كسائر النوافل. أما أبو حنيفة فعلى طريقته في كسوف الشمس وخسوف القمر لما سمعت من الأدلة في الحديث الأول. طيب ومالك الذي كان مع الجمهور في صلاة كسوف الشمس، ومالك الذي كان مع الجمهور في صلاة كسوف الشمس، نعم دل على عدم ثبوت ذلك في السنة في صلاة خسوف القمر. والحديث الذي ذهب إليه الجمهور هو فإذا رأيتم منها فعم. وعند ابن حبان في روايته إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فإذا انكسف أحدهما فافزعوا إلى المساجد، فنص على ذلك بحدوثه في الشمس وفي القمر. ولهذا نص الشافعي ومالك أيضا على استحباب الصلاة فرادى لغير الكسوفين. فإذا كان صلاة لشيء من الحوادث غير خسوف الشمس والقمر، مثل ماذا؟ الزلازل والبراكين والفيضانات والأحداث الكونية وشيء من الأمور الباعثة على الرعب، فإن الصلاة عندهم تكون فرادى لغير الكسوف في الشمس والقمر، كما قلنا سواء كانت للزلزلة أو للصواعق أو للرياح الشديدة أو لظلمة تنتشر في الأفق نهارا، وكل ذلك مبسوط في كتب الفقهاء. الفائدة الأخيرة، هذا الحديث مع الذي قبله ليس فيه جملة قولية إلا قوله عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. في الحديث جملة من الدلالات الأصولية، منها قوله فإذا، وهي أداة شرط وأداة عموم، وتكرر هذا معنى مرارا. أداة شرط ماذا نستفيد منها؟ ترتيب الشرط على المشروط. أين الشرط؟ إذا رأيتم. ما المشروط؟ فصلوا، يعني لا نصلي وندعو إلا إذا رأينا. ماذا نستفيد من هذا؟ أنه لو قال الفلكيون وأهل الحساب وأهل علم الهيئة سيحصل كسوف في ساعة كذا، جاءت الساعة وما رأينا فلا صلاة. طيب جاء الوقت الذي أخبروا بوقوع الكسوف وهو عندهم يقيني دقيق قطعي، لكن حال بيننا وبين القمر أو الشمس سحاب وغيم، نصلي؟ الجواب لا. قال فإذا رأيتم، هذا أداة الشرط. طيب وقع الكسوف في بلد مجاور فرأوه ولم نره نحن، لكن علمنا وشاهدنا في الأخبار وفي الشاشات وفي ما صوره الناس، هل نصلي نحن؟ جواب لا. إذن هذا كله أفدناه من ماذا؟ من الشرط فإذا رأيتم. قال فإذا رأيتم منها شيء، فإذن هذا مدلول الشرط في الحديث. فإذا لم تتحقق الرؤية فلا صلاة، إما لخطأ في تقدير حسابه عند أهل الحساب، أو لحيلولة الغيم والسحاب أو القتر والغبار عن رؤية الشمس والقمر فلم يرى خسوفه أو كسوفه، أو لوقوعه في بلد آخر فلا يصلي من لم يقع عندهم فلم يروه. أيضا هو أداة شرط كما قلنا وأداة عموم، فما مدلول العموم فيه؟ في الزمان، إذا رأيتم في زمنه عليه الصلاة والسلام، بعد زمنه، في أي زمن إلى قيام الساعة، سواء كان في أول النهار أو في آخره، سواء حصل كسوف الشمس في مطلع النهار، في وقت الزوال، بعد الزوال، قرب الغروب، أو وقع خسوف القمر كذلك. فلماذا استثنى الفقهاء من صلاة الكسوف؟ بعضهم استثنى بعد الزوال، وبعضهم استثنى بعد العصر في الشمس، وعامتهم استثنى من خسوف القمر ما كان بعد الفجر. فلما؟ طيب منهم من عمد إلى النهي فقالوا بعد العصر وقت نهي فلا تصلى، لكن هذا مرجوح لأن ذوات الأسباب لا ترتبط بأوقات النهي، هذه واحدة. بل علل بعضهم بذهاب سلطان هذا الجرم في ذلك الوقت، فصلاة خسوف الشمس إذا آلت إلى الغروب لا يتبين، وكذلك خسوف القمر بعد الفجر،
فإنهم ينصون على عدم صلاة الخسوف لو وقع بعد الفجر ولو رؤية، فإنه لا يؤثر، بل أصلا يعني ضوء القمر قد تجلى قد زال، فلا يرى فيه إلا جرمه ليس بضيائه وظلمته التي كان عليها في الليل. قوله في الحديث أيضا: فإذا رأيتم منها شيئا، ماذا يقصد بشيئا هنا؟ من الخسوف أو الكسوف. طيب شيئا هذه نكرة وقعت في سياق الشرط، إذا رأيتم شيئا، والنكرة في سياق الشرط تعم. ما دلالة العموم هنا؟ أي شيء وقع سواء كان كسوفا للشمس أو خسوفا للقمر، وسواء كان كليا أو جزئيا، حصل كسوفا تاما أو جزئيا، قليلا أو كثيرا، فهذا يدل على العموم لقوله: فإذا رأيتم منها شيئا، أي شيء من الخسوف أو الكسوف، حتى لو قالوا جزئي ضئيل، فإذا رأينا منها شيئا ولو قل يشرع، حتى لا يقول قائل: لا صلاة إلا إذا حجب الجرم كاملا أو أغلبه، فإن الحديث يدل على عموم ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: فصلوا وادعوا، أمر ودلالته الوجوب، فلماذا لم يقل الفقهاء بوجوب صلاة الكسوف؟ لقرينة. لا يحمل أمر عن الوجوب إلى الاستحباب إلا لقرينة. أين القرينة؟ نعم، منها حديث الأعرابي لما قال: ماذا أوجب الله عليه من الصلوات؟ قال: خمس صلوات، هل يجب علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فدل هذا الحديث وهو عمدة عندهم في صرف كل الأوامر في أبواب الصلوات لغير الصلوات الخمس المفروضة بحمل الأوامر فيها عن الوجوب إلى الاستحباب. قوله عليه الصلاة والسلام: حتى ينكشف. حتى هذه أداة غاية، وجعلت غاية لأي شيء؟ لصلاة الكسوف والخسوف. فإذا قيل ابتداؤها منذ حدوث الكسوف والخسوف، فما انتهاؤها؟ تكلم الفقهاء كما قلت لك قبل قليل في انتهاء وقت الصلاة في الكسوف والخسوف، فمن قائل بعد الزوال، ومن قائل بعد العصر أو قبل الغروب، ومن قائل في القمر إنه بعد الفجر، كل ذلك غايات. والحديث يقول: حتى ينكشف، فغاية انتهاء الصلاة انكشاف الكسوف والخسوف. طيب، أمامنا صورتان: الأولى لو دخلنا في الصلاة ثم خرجنا منها ولم ينكشف، تقدم الكلام فيه، قال: فصلوا وادعوا، إما استمرار صلاة بنوافل أو انشغال بالدعاء، لأنه الذي أمر به حتى ينكشف. وفي هذا تنبيه يا كرام إلى أيضا ما يقع من بعض القصور والخلل فيما نفعله في أوقات صلاة الكسوف والخسوف. نصلي وقد تنقضي الصلاة في جماعة مسجدنا، ولا يزال بحسب الحساب لبقية الكسوف وقت ممتد، فنعود كأن شيئا لم يكن، ونعود إلى طعامنا وشرابنا وأنسنا وجلسات الشاهي والقهوة والمزاح، ليس حراما لكنه خلاف المشروع. قال: فصلوا وادعوا حتى ينكشف. الصورة الثانية: قال: فصلوا وادعوا حتى ينكشف، ماذا لو غفلنا عن الصلاة، أو كان نائم فاستيقظ، أو أهل بلد ما بلغهم خبر، ثم أو كان غيما وسحابا ثم انكشف، وإذا بكسوف أو خسوف بقي له بقية لم ندرك أوله وهو في مراحل انكشافه، هل نصلي؟ جواب: نعم، طالما بقي فيه بقية، حتى لو أدركنا آخره لقوله: حتى ينكشف ما بكم. وهذا يعني بعض ما يتعلق به من الدلالات. وفي الحديث وفي الباب حديثان آخران سيكون لمجلسنا المقبل إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.